تعرف اهالينا يقولوا كده باللغو الشعبي المصري، يقول لك اللهم صل على النبي. اول ما يشوفوا حاجه حلوه يقول لك اللهم صل على النبي. حقيقي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه الكرام اجمعين. شايف الجامع بقى عامل ازاي؟ شايف؟ طب خلوني هنا اخد معايا دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف. اهلا بيك يا دكتور هشام والف مبروك. يوسف اهلا ومرحبا بحضرتك، والف مبروك على الدوله المصريه وعلى الشعب المصري والعالم العربي والاسلامي. ده ايه الجمال اللي في مسجد السيده نفيسه ده؟ بصراحه يوم النهارده مشهود جدا ويوم بهيج وسعيد من بدايته. صحيح. بتشريف سياده الرئيس في افتتاح مسجد السيده نفيسه رضي الله عنها وارضاها. ويمكن عايز اقول لحضرتك يعني سياده الرئيس في اهتمام غير عادي وغير مسبوق بدور العباده، سواء كانت المساجد او الكنائس، اهتمام بالحضاره المصريه العريقه نحو بناء الجمهوريه الجديده. يمكن احنا بنشوف دلوقتي، شفنا يمكن وعشنا ايام سعيد العام الماضي مع مسجد مولانا الامام الحسين. والحضاره العظيمه والتراث العظيم والانجاز والاعجاز خلال شهر واحد اللي تم فيه هذا الامر، مرحمه سطرتها قواتنا المسلحه في مسجد مولانا الامام الحسين، كان حاجه غير عادي وغير يعني غير تقليدي بالمره. ويمكن في هذا الاطار المستمر، يعني احنا عايزين نقول ده مش اول مره ولا اخر مره هيكون فيها تطوير مساجد سيدنا ال البيت والمساجد عموما والقاهره التاريخيه العظيمه الكبيره اللي احنا كلنا بنتشرف وننتسب ان احنا بننتسب اليها. يمكن مسجد السيده نفيسه رضي الله عنها وارضاها يمكن هو فيه علاقه حب غير عاديه بين ناس كتير، فعند مولانا عند السيده نفيسه رضي الله عنها وارضاها، لان في ناس كتير بيبقى في حنو وكده وبتبقى في علاقه ود، وناس كتير بتحب تقضي الاوقات هناك. فناس كتير كانت زعلانه انه يعني متى ومتى يتفتح المقام، متى ومتى ونزور السيدة نفيسة. أيوة. السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. فعايز أقول لحضرتك الفرحة النهاردة في وجوه الناس، وقد إيه النهاردة الاتصالات هتفتحوا إمتى قبل الجمهور. أيوة. إحنا عايزين نزور، هتفتحوا المسجد إمتى؟ طب ما تقول لنا يا دكتور هشام، صحيح إمتى هناخد بعضنا ونعرف نروح هناك نصلي ونتبارك؟ إحنا بنقول من خلال برنامج حضرتك الجميل، بنقول لهم إحنا بالفعل النهاردة فتحنا، وبنقول لهم المسجد مفتوح وتشرفوا في أي وقت من بكرة، يصلي الفجر، يصلي الظهر، يصلي العصر. المسجد والمقام بتاع السيدة نفيسة مفتوح وتشرفوا في أي وقت. طب يا سلام سلم بقى لو الفرحة فرحتين وتفرحنا برضو بمسجد السيدة زينب. بإذن الله بإذن الله. إحنا يمكن الأفراح متوالية، يمكن حضرتك معانا ومتابع لما كان في شهر رمضان الماضي. أيوة. وافتتاح مسجد سيدنا عمرو بن العاص. طبعا. ويمكن إحنا شفنا إزاي صلاة القيام وصلاة التراويح وصلاة التهجد، ويمكن كان في موعد الرحمن في مسجد سيدنا عمرو بن العاص اللي هو المسجد العتيق والشاهد العظيم على الحضارة الإسلامية والمصرية، وقد إيه تلاحم كان فيه المصريين. ومن بعده ظهر اهتمام الدولة المصرية ومسجد الظاهر بيبرس وإقامة الشعائر فيه منذ عقد طويل، وجه الدور على مساجد آل البيت ومسجد ستنا السيدة نفيسة. وإن شاء الله بإذن الله الأعمال قائمة والتطوير مستمر في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها، وان شاء الله باذن الله برضه قريبا باذن الله من خلال حضرتك هنبشر ونفرح مع بعض بافتتاح مسجد السيدة زينب. يا رب. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور هشام، كل الشكر ليك الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية.